الوقت اللي قامت فيه الحروب البونية بين روما وقرطاج، تعرفت على اثنين من الرجال العظماء، اثنين من القادة والمحاربين الكبار، ماسينيسا وسيفاكس. في القرن الثالث قبل الميلاد، كان الملك سيفاكس يحكم وحده في مملكة تمتد من سيغا حتى لسيرتا. قدر يوحد بين الماسيل والمازايسيل، القبائل الشرقية والغربية، وبعد ما هجر عاصمته الأصلية سيغا، اختار الاستقرار داخل أسواري. كانت مشاريعه كبيرة، وحلم يكون حاكم على بلاد مزدهرة تستلهم من الثقافة اليونانية اللي كانت تعجبه بزاف. لكن ماسينيسا الابن البكر للملك غايا ما تخلاش على عرش والده، كان يحارب الهدف واحد، يسترجعني. روما ضد قرطاج، سيفاكس ضد ماسينيسا، بلاد واسعة، خيرات بلا حساب، رجال، خيول، هذا رح يلعب بهذا، هذا رح يستعمل هذا، والتحالفات رح تبدأ وتتوقف لصالح توازنات غير دايمة، فوز مؤقت وموازين قوى ضعيفة. لكن أنا سيرتا نشفى باللي سيفاكس وماسينيسا تقابلوا في معركة أخيرة. كان جيش سيفاكس رح يفوز ويبدأ يحتفل بالنصر، حتى تخلى عليه جيش القائد الروماني سيبيون. بعد ساعات من القتال والتعب، جيش سيفاكس ما قدرش يقاوم العدو. كي جابولي سيفاكس مسلسل، أنا ثاني ما قاومتش، حطيت السلاح في يد ماسينيسا المنتصر، وتم عرفت باللي ماسينيسا تحالف مع روما. هكذا بدأت مدة حكم طويلة مع هذا الفارس الكبير، رح نعيش معاه فترات مجيدة.